وثاني يوم الفجر خرج مولانا عيسى من دار سمعان وراح إلى الوادي، وكانوا الناس يدورون عليه، وعندما حصلوه تمسكوا به ما بغوا يروح من عندهم، لكنه قال لهم يا ناس أنا لازم نروح من عندكم إلى قرى ثانية علشان نبشر بمملكة الله، لذا السبب أرسلنا الله القدير. فاستمر يتنقل من قرية إلى قرية يدعو رسالة الله في بيوت العبادة في منطقة الجليل كلها.